السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم أحمد ضميدي من قناة ماي بي لابس. موضوع اليوم عبارة عن مراجعة سريعة للعبة برامبل ذا ماونتن كينج لأجهزة البي سي والمنصات. ما بدي أطول عليكم أكثر وخلونا نفوت بالتفاصيل. Let's do this. اوكي، لعبة برامبل ذا ماونتن كينج او برامبل ملك الجبل. اللعبة من تطوير ديمفورد ستوديو والناشر شركة ميراج جيمز. تصنيف اللعبة اكشن مغامرات الغاز رعب والقفز بين المنصات. قصة اللعبة باختصار انه البطل اللعبة وهو الطفل اولي صحي من النوم وما كانت اخته في البيت، فقرر انه يبحث عنها في الغابة المجاورة للبيت. وبعد تفقد اجزاء من الغابة بيلاقي اولي اخته ويقرروا انهم يكتشفوا عالمهم المتنوع بين المخلوقات الاسطورية مثل الاقزام وخلافه، وبيتم اختطاف اخته من احدى الوحوش الاسطورية الا وهو غول. فبتبدأ قصة بطلنا انه لازم ينقذ اخته من الغول. اللعبة نازلة على جميع المنصات من الجيل القديم والجديد واجهزة البي سي. اللعبة من منظور الشخص الثالث ومقتبسة احداثها من الاساطير الاسكندنافية او الميثولوجيا النوردية، وبتقدم لك تنوع في الخصوم والشخصيات وبيئات متعددة. اللعبة جميلة الى حد ما، بتقدم لك رسومات وجرافيك ممتازة، ولكن من وجهة نظر الشخصية اللعبة فيها عيوب وعيوب كثيرة. من ضمن هذه العيوب من وجهة نظري ضعف قصة اللعبة، تحسها إلى حد ما فيها نوع من العشوائية. مثلا انتقالك من مكان إلى مكان آخر أو من عالم إلى آخر، أنت كلاعب إلى حد ما بتكون ضايع، يعني أنت بتكون إنسان بحجمك الطبيعي وانتقلت إلى عالم الأقزام، فجأة بتلاقي نفسك في عالم صرت أنت فيه القزم وبتواجه غيلان أكبر منك بعشرات المرات، مع وجود حيوانات كمان أكبر منك بمراحل، ومع استمرار تخطيك للمراحل بتلاقي نفسك انتقلت لعالمك الطبيعي، ثم بترجع كمان مرة لوضع القزم وتشوف كل شيء أكبر منك. كمان مفروض اللعبة تصنف على أنها لعبة رعب، ولكن كلاعب ما حسيت بذلك الرعب أو ذلك النوع من الإثارة، على عكس لعبة ليتل نايت ميرز. هلا لو بدنا نجيها، الرعب حتى في الأفلام منقسم لنوعين، نوع بيلعب على أعصابك وبيخليك تترقب الخطوة اللي بتتوقعها من مكان وتجيك من مكان آخر، أو إشي ما كنتش تتوقعه على الإطلاق بيلعب على حبل الأعصاب وبكون في نهايته شيء عادي بس نجح إنه يثيرك ويشد انتباهك، ونوع رعب اللي بيكون شغال على مبدأ القرف والمشاهد المقرفة أو الدموية الزايدة والعنف. للأسف اللعبة شغالة على هذا المبدأ، تحس إن الاستوديو اللي شغالين عليها في بعض المطورين عندهم نزعة مازوخية. في بعض المراحل بتحاول اللعبة انها تخليك على اعصابك وزي انها تخوفك مرة واحدة، ولكن مع كل المحاولات الا انها ما بتنجح، زي وكأنك بتكون قارئ الخطوة اللي جايتك قبل وصولها، يعني انت عارف شو بده يصير. كمان المؤثرات الصوتية على قدر ما هي موجودة بكثرة وبتحاول تعمل لك جو، على قدر ما بتنجح انها ترفع ضغطك وبكون لك نفس تلعب بهدوء وتلغي الصوت من التلفزيون. من هاي الاصوات على سبيل المثال، مرحلة بتوصلها مع اخت البطل تنفذ فيها مهمة للاقزام او بتلعب معاهم، الضحكات المستمرة من الاقزام وانت بس بكون همك تخلص من هاي المهمة عشان تكمل طريقك، اذا طولت فيها حس تم استفزازك بسرعة، بكون نفسك يكون في زر كتم صوت عنهم. كمان السرد القصصي للعبة بالنسبة لي انا شفته تعبان خالص، طريقته بتكون وحدة تقرأ من كتاب قصص او انك انت القصة بحد ذاتها وبتقرأها، احيانا بتكون كل وين تسمع صوتها تفهم ليش صار هيك، او مين هاي الشخصية مثلا، او شو صار لهاي القرية، او ليش هذول بيهاجموك على سبيل المثال. حتى الحوارات بين الشخصيات معدومة، ماشي على مبدأ اللبيب بالإشارة يفهمه، ما فيش لا صوت ولا كتابة. كمان طريقة اللعب او شخصية البطل، تحس انك بتلعب في بينوكيو او تحس البطل مخشب، حركته ثقيلة الى حد ما عنده السلاسة في الحركة، ممكن انك تتأقلم معها مع الوقت ولكن حتستفز منها. في احيانا كثيرة حتى الكاميرا في بعض الحالات سيئة، ما بتعطيك صورة واضحة للمكان او النقطة اللي بدك تقفز لها، يعني يمكن تعيد المكان اللي انت علكان فيه بين 5 لـ6 مرات بس عشان تشوف بوضوح وين بدك تروح او وين بدك تقفز. كمان اللعبة ما قدمت تنوع في القتال او حتى ادوات وكيفية استخدامها للبطل في مهمته عشان ينقذ اخته. اوكي، في بعض الاحيان كان في قتال لبعض الوحوش او الزعماء ولكن بشكل بسيط. اللعبة نجحت انها تعطي تنوع للشخصيات او الوحوش من ناحية اشكالهم الخاصة، اساليبهم وهجماتهم، ولكن بتحس اللعبة داخلة على مستوى السهل جدا، ما فيها كثير تحديات صعبة. نقطة التحدي الوحيدة اللي ممكن تواجهك سوء الحركة اللي ممكن انك تشوفه مع البطل، والكاميرا في انها تعطيك صورة واضحة لنقطة قفزك التالي. انا وصلت لنهاية المقطع، ولكن بدي انهي بايجابيات وسلبيات اللعبة من وجهة نظري الشخصية. ايجابيات اللعبة: جرافيك ممتاز، تصميم الزعماء كان فريد. سلبيات اللعبة: قصة عشوائية، السرد القصصي ضعيف لحد ما، سوء في تمركز الكاميرا في بعض الاماكن، لا يوجد تنوع في ادوات وطرق القتال، سهولة مفرطة في اغلب اللعبة، المؤثرات الصوتية ممكن تكون مستفزة، غياب عنصر الرعب الفعلي والاكتفاء بالرعب التقززي والعنيف، واخيرا طريقة
اللعب ببطل القصة. ما بدي احرق عليكم كثير فيما يخص اللعبة، ممكن تحصلوا عليها في متجر السوني واكس بوكس ونينتندو بسعر 30 دولار، موجودة كمان في خدمة الجيم باس وعلى متجر الستيم بسعر 21 دولار. طبعا هاي للاشخاص اللي بيحبوا يلعبوا ليجل، اما الاشخاص اللي زي حالاتي اذا توفرت لهم السبل وكانوا ان ليجل فموجود مهكر كملف بكجي لجهاز بلاي ستيشن 4. سبق وحكيت عن موضوع التهكير والى اخره في الشريط اللي حتشوفوه من فوق، يا ريت لو تتفرجوا عليه باب الدعم. وبس يا سيدي، هذا كان كل شيء لليوم. اذا عجبكم المقطع يا ريت لو تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتنسوش تفعلوا زر الجرس وتتفرجوا على حلقاتنا القديمه وتنتظروا حلقاتنا القادمه. كمان مره لايك شير سبسكرايب، وشكرا لكم ويعطيكم الف الف عافيه.